وعلم الإمارات الدعم. هذا الفيديو بثته الجزيرة بشكل حصري، يزعم إسقاط طائرة مسيرة في طرابلس بليبيا. وهذا فيديو خاص لقناة الجزيرة الفضائية. ليس معروفا مكان الفيديو ولا وقت تسجيله، لكن الجزيرة التي تلعب دور الإعلام الحربي للميليشيات المتطرفة روجت للفيديو دون التحقق منه. يحاولون أن يختلقوا ويفبركوا بالفعل بعض المشاهد من أجل شد انتباه الناس بعيدا عن التدخل هو التركي والقطري. يعني الطائرات التركية اللي تضرب الجيش الليبي والمواطنين الليبيين الأبرياء، لماذا الإمارات؟ لأنهم يريدوا يشدوا انتباه الناس بعيدا عن التدخل التركي. الطائرة التي زعمت الميليشيات أنها أسقطتها سليمة تماما ولا يظهر عليها أثار تدمير، كان من الواضح أن الميليشيات فبركت المشهد على عجل، لكن بدا واضحا أن من فبركوا المشهد لا يعرفون ترتيب ألوان علم الإمارات، فوضعوا ترتيبين مختلفين، ففي أحد الأجنحة كان الأسود هو الأعلى، بينما في الجناح الآخر اللون الأسود في الأسفل. الإعلام القطري يحاول اختلاق انتصارات زائفة لدعم الميليشيات المتطرفة، لكن أكاذيبه سرعان ما تتهوى. قطر الآن تحشد في كل إمكانياتها، حركت قناة الجزيرة الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة. نحن نعرف من نقاتل ومن المحرك الرئيسي للعصابات الإرهابية سواء في ليبيا سواء في غير ليبيا.